مرحبا بكم في قناة علم النفس. اليوم سوف نعطيكم معلومات عن لغة الجسد والعيون في علم النفس، والتي ستفيدك كثيرا في حياتك، لذلك شاهد الفيديو للنهاية لتستفيد أكثر، ولا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة. إذا تراجع شخص إلى الوراء قليلا بعد أن أخبرك بحقيقة أو كلام ما، هذا يدل على أن ما قاله كان كذبا، ويحاول بتلك الحركة أن يهرب من كذبته. إذا كنت تحاور شخصا للاحظت بأنه يفرك أصابعه أو يشبكها، فاعلم بأنه غير مرتاح أو متوتر، وسبب قيامه بهذه الحركة يسمى في علم النفس بالملامسة الذاتية للحصول على بعض الراحة. الشرود الذهني أو السهو في حالات عديدة لا يكون حالة مرضية، بل يكون دليلا على اشتغال الدماغ باستمرار، الأمر الذي يساهم في انبثاق أفكار مبدعة. إذا كنت تحاور أحدا ورأيته يفرك إحدى عينيه متجها بنظره بعيدا عنك، فاعلم أنه ليس على إتفاق معك وينتظر اللحظة التي تنهي فيها كلامك بفارغ الصبر. إن وجود الفوضى في غرفتك أو في مكتبك قد تكون دليلا على إبداعك وذكائك بشكل عام، وليس العكس كما يعتقد البعض. إذا رأيت شخصا يحرك ساقيه كثيرا، اعلم أنه قليل الصبر، أما إذا وضع رجله فوق الأخرى فهو شخص يحب التأمل. نفسيا، من العلامات البارزة لارتفاع النضوج الفكري هو ملاحظة أن رأيك لا يهم في أغلب الأحيان، وأنه من الأفضل الاحتفاظ به. هل تعلم أن انتصاب القامة ورفع الرأس وتحريك الكتفين هي من أعظم علامات الثقة بالنفس؟ لذلك حاول أن تكسي مشيتك بتلك الحركات. إن الشخص الذي يخطئ في حقك ويعتذر بسرعة هو الأجدر بأن تبقى معه، لأن هذا السلوك يعتبر علامة على إخلاصه التام وحبه الصادق لك. أخيرا، أتمنى أن يكون قد أعجبك الفيديو. إذا كنت مهتما بعلم النفس فأنصحك بالاشتراك بالقناة، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو.